نزهة من أسفي. ألو. السلام عليكم، كيداير اختي سارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نزهة لاباس عليك؟ كل شي بخير. كيداير اختي؟ راني عزيز عليا بزاف. بارك الله فيك. لا اختك بارك الله فيك، انتم أعز. الله يحفظكم. راني اختي مدمنة على هذا البرنامج، راه ما كنموتش على الراديو. الله يبارك فيك، هذا شرف لينا. الله يبارك فيك. وتحية كبيرة لسامحة. أييه مرحبا. غنشارك معك اختي بواحد العصير. أييه تفضل. كيجي زوين. ثلاثة الليمونات مقشرين. أييه. وحامضة النص مقشر والنص عادي بالقشور ديالو. وكتقطع هادشي كلشي وكتخلع ديري في الخلاط الكهربائي. يعني العصير ديال ثلاثة د الليمونات ياك؟ ثلاثة د الليمونات مقشرين ومقطعين. يعني غادي ناخذوا ثلاثة د الليمونات غادي نعصروهم؟ لا غير نقطعوهم، غير نقشرهم ونقطعوهم. هكذاك، يعني غير ثلاثة د الليمونات مقشرين ومقطعين. وحامضة مقشرة، النص مقشر والنص لا كنقطعوهم. النص نص كنقشرو والنص نخلوه. واخا. إترة الماء بارد. إترو د البابات. سنيدة على حساب الذوق. ونصفات شي صفاية تكون شوية غليظة. وكتدخلي في الثلاجة كيبرد كيجي زوين، كيجي عاقد وكيجي زوين. أنا راه مجربة كيجي زوين. وواحد التحية كبيرة لنعيمة من بوسكورة، راه ساعدتني بزاف وراتني شحال من حاجة. الحمد لله. أييه.